أرى أن منطقة عكار سوف تتأثر بما يجري حولها وتعيش حالة من التوتر الأمني، سوف يسبب بلبلة وخضة أمنية، سيجعل الأهالي يطالبون الجيش بالتدخل، مما سيجعل الأنظار والإعلام يتجهان إلى عكار. عند الثانية فجرا خزان وقود ينفجر داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحث في بلدة التلال العكارية بحسب بيان الجيش. نعم، إنها عكار المفجوعة التي شهد ليلها نكبة أدمت قلوب اللبنانيين جميعا، حيث تسبب الانفجار بمقتل وجرح عشرات المدنيين والعسكريين. ومن خلال المرحلة القادمة أرى منطقة الشمال ستشهد حالة حزن وحداد، ولكن ليس بسبب المعارك والقتال بل بسبب حدث مؤسف أو خبر حزين. لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب نحو 80 آخرين في انفجار خزان وقود في مدينة عكار بشمال لبنان في ساعة مبكرة من صباح الأحد.